تمكنت الوحدات الأمنية من إحباط حادث كان سيكون خطير بين اثنين من المجموعات المشجعة لفريق رياضي معروف هنا في العاصمة التونسية، إذ وردت عليها معلومات بأن هناك مجموعة كبيرة من الشبان تحذر لمعركة بين مجموعتين لنفس مشجعي الفريق، وهي معروفة في عالم كرة القدم، وسوف يقومون بالعراك والاشتباك من أجل أن تهزم المجموعة الأخرى. تنقلت الوحدات الأمنية بتعزيزات مهمة على عين المكان، وبالفعل وجدت وأن المشجعين بدأوا بالتوافد على نقطة الحرب التي كانت موعودة ما بين الفريقين، وقامت بإحباط العملية بالكامل وبمطاردة المجموعة التي وجدتها على عين المكان وإلقاء القبض على بعضهم، وتمكنت من حجز عشرات القوارير من المولوتوف التي كان سيتم استعمالها في هذه المعركة ما بين اثنين من الجماعات أو المجموعات المشجعة لواحد من الفرق الرياضية المعروفة. إذن بهذا الاستباق الأمني تجاوزنا حقيقة سيناريو كان ممكن أن يكون مش لطيف، يعني سيناريو كان أن تكون له أضرار وربما أضرار جسيمة، لأنه كان سيتم اعتماد قنابل المولوتوف بين المجموعتين، سيكون ضحايا بالطبع. نعم. لأن هناك زجاجات حارقة. نعم.